السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف حاجة بنستخدمها في الشوبدرون في الريفل اركتكتشر، وهو مثلا لو أنا عندي الحائط ديت عايز أبدأ أقسمها لأجزاء، لأن هي هتصنع في المصنع على أجزاء، فباجي هنا بحولها لبارتس، أقول له ديفايد بارتس، وممكن أقسمها بالشكل اللي أنت هتشوفه دلوقتي. يعني ممكن أقول له مثلا في لاين هنا ولاين تاني هنا، أو ممكن تقسمها على هيئة أرك، فبيبدأ يقسمهم لي الأجزاء. ولو جيت تبص هنا في بارتس فيزابيلتي هيوريك البارتس ولا يوريك الأوريجينال ولا يوريك الاتنين، وتقدر تعمل سيلكت ده مرة وتعمل سيلكت ده مرة. يعني لو أنا جبت دي ولغيت ديت، تمام، أو بدأ يقطع البارتات، فالبارتس الأصلية اللي هي كلها موجودة. طيب خلينا نعمل تراجع، هناخد حاجة إضافية بتفيدنا برضو في الشوب درون، وهو لو أنا عامل سيلكت على الوول اهوت، هقول له اعملها لي بارتس الاول خالص، الاول خالص اهيت، هقول له ديفايد بارتس. بص، من ضمن الاختيارات ديفيشن بروفايل، ديفيشن بروفايل هنا بدن، هبدا احمل البروفايل دوت، هقول له كانسل واروح لانسرت واقول له لود فاميلي، في قلب الحاجات اللي نازلة معاك على الجهاز بتاعك وانت بتسطب الريفت او بتسطب في السي، بروجرام داتا اوتو ديسك، وبعد كده ريفت، وبعد كده هتلاقي المكتبة بتاعت الفاميلي، اقول له انا عايز البروفايل واحمل ديفيجن بروفايل الثلاثه دول، او لو عندك اكتر او انت عملتهم ما فيش مشكله خالص. دي الاشكال الموجوده. طيب دلوقتي بقى لو انا جيت هنا وقلت له ديفايد بارتس، وهتلاقي الثلاثه دول تقدر تحمل اي واحده فيهم، هيبدا يجيب لك بقى الايدج ماتش، الميرور والروتيت، وقال لك البروفايل تقدر تشوف. طيب الجاب مثلا هقول له 10 مثلا، وهبدا ارسم الشكل بتاعي اهوت، واخد بالك اداني شكل البروفايل دوت، تمام، اللي هو الانجل، تقدر تغير الشكل زي ما انت عايز، تمام. فده البروفايل اوفست، تقدر تختار الاوفست قد ايه، تمام، بحيث ان انت تحركه عن الحاجه اللي انت رسمتها بالشكل دوت. فده بقت اجزاء، دي الاجزاء دي ممكن تبعتها للمصنع يبدا هو يعملها لك بالشكل دوت.